طبعا مبدئيا بشكر حضوركم جدا، وهبقى مبسوط جدا في اي، لو عندكم اي اسئله او اي استفسارات في اي وقت في البرزنتيشن او بعد كده في الاخر ان شاء الله. مبدئيا كده يعني ايه كالسيوم سيجنالينج؟ الكالسيوم سيجنالينج هي جزء من علم كبير وهو علم السيل سيجنالينج، والسيل سيجنالينج هي الباثويز اللي مكونه من ايونز او بروتينز. الايونز او البروتينز دي بتعمل باثويز كتير عشان تخلي السيل تكوميونيكيت، تكوميونيكيت بقى ايذر انترا سيلولارلي يعني جوه الاورجانيلز وبعضها، او ما بين الاورجانيلز وبعضها، او انتر سيلولارلي وده ما بين السيلز وبعضها. طيب الكالسيوم طبعا هو ايون من الايونز اللي بتشارك في السيل سيجنالينج باثويز المختلفه، وهي دي اللي احنا انترستد فيها لاسباب كتير. اولا ازاي الكالسيوم بيحصل له او ايه هو الكالسيوم؟ مبدئيا الكالسيوم هو سيكندري ماسنجر، والسيكندري ماسنجرز دول هم عيله من الماسنجرز اللي هم بيكونوا ناتجين عن الاستيميليشن بتاع البرايمري ماسنجرز. والبرايمري ماسنجرز اللي عارف في السيل سيجنالينج عارف ان هم بيكونوا عموما الليجنز والريسبتورز. فاحنا في الحاله دي عندنا الليجند هو الاكسترا سيلولار ستيمولنت اللي بيستيميليت الجي بي سي ار، وده نوع من الريسبتورز اللي بيكون اسمه جي بروتين كابلد ريسبتورز، ومن اسمه هو كابلد ببروتين اسمه جي بروتين، والجي بروتين ده هو اللي بيريجوليت الاكتيفيتي بتاعته. طيب الجي بروتين ده لما بيبقى اكتيفيتد، او الجي بروتين كابلد ريسبتورز دي لما تبقى اكتيفيتد باي اكسترا سيلولر ستيمولنت، دي بعد كده بتاكتيفيت حاجه اسمها بي ال سي، وده انزيم بيقدر بعدين ان هو يهيدرولايز بروتين تاني موجود في البلازما ممبرين اسمه بيب 2. بيب 2 ده بعد كده بيبقى هيدرولايزد لدايجلسترول واي بي 3. الاي بي 3 بعد كده بيروح على الاندوبلازميك ريتيكولم اللي هو هنا مرموز له بي الاي ار، والاندوبلازميك ريتيكولم ده على السطح بتاعه عندنا الاي بي 3 ريسبتورز. الاي بي 3 ريسبتورز هنا ده مجرد رسم توضيحي، ومش بيكون مجرد ريسبتور واحد موجود على الاي ار ممبرين، هو بيكونوا موجودين في كلاسترز او مجموعات. المجموعه الواحده فيهم بتتكون من حوالي 3 ل 10 من الاي بي 3 ريسبتورز. طيب الاي ار ده بيكون هو المين ستور او المين او المخزن الرئيسي للكالسيوم جوه السل. فبالتالي الاي بي 3 ريسبتورز دي لما بتفتح بتطلع الكالسيوم من جوه الاي ار للسيتوسول لبره، وبعد كده الكالسيوم بيقدر يؤدي وظيفته كسكندري ماسنجر ويوصل وات ايفر الاوردر او السيجنال اللي جاي له من ايذر من بره السل او من جوه السل. طيب ازاي الكالسيوم بيشتغل؟ الكالسيوم سيجنالز مش مجرد ان هو اوبن اوف الريسبتور فعشان يطلع كالسيوم. احنا عندنا هيراركي او تدرج هرمي من الكالسيوم ريليزنج ايفنتس بتكون على حسب الكونسنتريشن بتاع الاي بي 3. فاحنا عندنا هنا لو كونسنتريشن اوف اي بي 3، كونسنتريشن قليل من الاي بي 3، بيعمل بريف اوبننج للاي بي 3 ريسبتور، وده بيكون ريسبتور واحد جوه الكلاستر هو اللي بيفتح وبيطلع بريف كالسيوم ايفنت اسمها الكالسيوم بليب. بعد كده عن طريق فيدباك ميكانيزم تاني، وده بيكون بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، من خلاله الكالسيوم اللي موجود في ريسبتور بيخلي الريسبتور التاني او الريسبتور المجاور ليه يريليز كالسيوم، والايفنت ده اسمه كالسيوم انديوست كالسيوم ريليز او سي اي سي ار زي ما احنا بنرمز له هنا في الرسم ده. بعد كده سي اي سي ار ده لما بيشتغل ما بين الكلاسترز وبعضها، فاحنا عندنا بيكون كلاستر كامله بدات ريليز كالسيوم، والكالسيوم اللي منها بدا يندوس الكالسيوم ريليز من كلاستر ثانيه، ده طبعا عن طريق او بسبب انه الاستيميليشن هنا بينتنسيفاي اكتر عن طريق ان الاي بي 3 كونسنتريشن بيكون زايد اكتر، فبيطلع حاجه اسمها الكالسيوم ويف. والكالسيوم ويف دي بنسميها ان هي توينت جلوبال، يعني بتكون منتشره في جميع انحاء السل. طيب الكالسيوم ويف دي بتكون مختلفه او كومبلكس جدا في الشكل الفراغي بتاعها وفي التوقيتات او التايمينج بتاعه البلسز بتاعتها. الشكل الفراغي والتوقيتات بتاعه البلسز دي فيها كود، او بنسميها انه الانكودنج اوف الكالسيوم سيجنالز، وده بعدين بيبقى ديكودد بالريسيفنج اند. ده بيخلي الكالسيوم ليه ادوار معقده كتير جدا في السل. فالكالسيوم مثلا بيشتغل في الفيرتلايزيشن، بيشتغل في الباثويز اللي بتؤدي للبروليفريشن او نمو السل، في البروجرام سيل ديث او موت الخلايا المبرمج او بنسميه الابوبتوسس، بينظم كمان السيل سايكل، حاجات كتير جدا الكالسيوم بيشتغل فيها، والحاجات دي فيها باثويز بتكون عكس بعضها تماما اصلا.
ايه اللي بيخلي الكالسيوم يقدر يعمل كل ده؟ هو الكومبلكسيتي بتاعت السيجنال. فالكالسيوم يقدر يطلع سيجنال عن طريق ويف ليها بولسز معينه في اوقات معينه او بشكل فراغي معين، بتوصل مسج معينه وبتوصل تقدر توصل مسج ثانيه عن طريق شكل فراغي ثاني. فالكودينج والديكودينج بتاع الكالسيوم سيجنالز ده يعني هو قصه طويله مش هندخل فيها دلوقتي، ولكن ده بس يهمنا ان احنا نعرف ليه الكالسيوم اصلا مهم كسكندري مسنجر. اخر حاجه عايزين نعرفها هنا انه الكونسنتريشنز بتاعت الكالسيوم. فمن الكونسنتريشنز او من الفروقات ما بين الكونسنتريشنز في الكالسيوم بنقدر نعرف ازاي السل قادره تنظمه، والسلكتيفيتي بتاعه البرميابيليتي للكالسيوم جوه ما بين الممبرينز وبعضها. فاحنا عندنا هنا بره في الاكسترا سيلولر انفايرمنت او في البيئه اللي بره الخليه بيكون عندنا كونسنتريشن عالي جدا من الكالسيوم، هو 1 ملي مولر من الكالسيوم. جوه السيتوسول بيكون من 50 لبيت نانو مولر، وده 1 على مليون من الملي مولر. فده بيدينا صوره عن انه ازاي البلازما برين بتكون سيلكتيف جدا في ان هي تدخل كالسيوم للسيتوسول، نظرا للدور اللي هو ممكن يؤديه، لانه دخول الكالسيوم هنا معناه سيجنال معينه، مش مجرد انه بس ايون بيدخل السل وخلاص. الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم كمان جوه الاي ار بيكون حوالي من 1000 ل 7000 ضعف من اللي موجود في السيتوسول، فمعنى كده ان ده بيكون المخزن الرئيسي للكالسيوم جوه السل. طيب الاي بي 3 ريسبتور ده شكله عامل ازاي؟ الاي بي 3 ريسبتور ده لو فردناه كده او لو عملنا له بس ستريتشنج كده وخليناه خط واحد، والبروتين طبعا انتوا عارفين هي بتكون موجوده بشكل معقد بعد البروتين فولدنج، فبيكون ليها بتاخد شكل فراغي ما هنشوفه دلوقتي. ده بيكون الدومينز اللي موجوده فيه، والدومين في اي بروتين معناه ان هو بيكون جزء من البروتين بيختلف ستراكشرلي يعني تركيبيا وفانكشنالي يعني وظيفيا. اللي يهمنا هنا هو الاي بي 3 بايندينج كور، وده اللي بيبايند بالاي بي 3 او اللي هو الاستيمولنت اللي بيخلي الريسبتور بتاعنا يطلع الكالسيوم. طبعا احنا عندنا ثلاث انواع من الاي بي 3 ريسبتورز، فاحنا عندنا ثلاثه سب تايبس، اي بي 3 ار 1 وار 2 وار 3. دول بيشكلوا الريسبتور ده اللي هو شكله شبه المشروم ده، فاحنا بيكون عندنا ده الشكل الجانبي للاي بي 3 ريسبتور، والشكل على الشمال ده بيكون الشكل من فوق. طيب الاي بي 3 ريسبتور الواحد الفانكشنال اي بي 3 ريسبتور اللي موجود جوه السل بيكون عباره عن 4 اي بي 3 ريسبتورز. الاربعه دول ممكن يكونوا من نفس السب تايب، يعني ممكن الثلاثه يكونوا ار 1، الاربعه قصدي يكونوا ار 1، او الاربعه يكونوا ار 2، او الاربعه يكونوا ار 3، وده بنسميه هومو تترمر. او ممكن يتشكل عندنا هيترو تترمر، وده بيكون متكون من 4 اي بي 3 ريسبتورز مختلفين. طيب دي صوره بتورينا انه الاي بي 3 ريسبتور هنا بيكون موجود على الاي ار ممبرين. طبعا الرسم التوضيحي اللي كان في الاول ده كان مجرد رسم للتوضيح، انما الشكل جوه السيل الحقيقي بيكون عامل كده. فاحنا عندنا هنا الاي بي 3 ار 1 او اي بي 3 ريسبتور من السب تايب 1، وهو احنا تاجد ببروتين اسمه اي جي اف بي، وده فلورفور بيطلع لون اخضر. وعندنا هنا الـ ER برضو تاجد بـ حاجة اسمها MCHERRY، وده برضو فلورفور بيطلع لون أحمر. فاحنا هنا هنكون شايفين الـ colocalization أو ان هما موجودين في نفس المكان، يعني الـ IP3R1 مع الـ ER. فاحنا شايفين هنا ان هو بيكون موجود على طول الممبرين بتاع الـ ER وبيكون بيتحرك. فهو الصورة الذهنية اللي احنا عارفينها دايما على IP3 receptor ان هو بيتحرك على طول الممبرين بتاع الـ ER طول الوقت. طيب عندنا في 2017 قدرنا نشوف انه الاي بي 3 ريسبتور ار 1 او عموما الاي بي 3 ريسبتورز مش دايما موبايل، مش دايما بيتحركوا. عرفنا ده ازاي؟ عن طريق تايم لابس مايكروسكوبي، فان احنا هنا بنقدر نشوف صوره وبعد 30 ثانيه بنشوف صوره ثانيه للاي بي 3 ريسبتورز وبنشوف اذا كانوا اتحركوا ولا لا. فببساطه بندي الصوره الاولى لون اخضر، طبعا دي سودو كولرز. الصوره الثانيه بنديها لون ماجنتا او بنفسجي. فبالتالي اللي بيفضل بلون ماجنتا او بيفضل بلون اخضر ده معناه ان الصوره اتحركت، اللي ما اتحركوش بيبقوا الاخضر بيبقى على الماجنتا فبيدونا لون وايت. باختصار من غير اي تفاصيل، يعني اللي انتم شايفينه في الصوره الثالثه هنا اللي باللون الابيض هي الاموبايل اي بي 3 ريسبتورز او الاي بي 3 ريسبتورز اللي بتكون ما بتتحركش على الاي ار ممبرين. اللي عرفناه بعد كده ان الاي بي 3 ريسبتورز اللي ما بتتحركش دي هي الوحيده اللي واخده لايسنس بين قوسين ان هي تريليز الكالسيوم. فالاسئله هنا بقت انه ليه في جزء ما بيتحركش؟ ايه اللي ما بيخليهوش يتحرك؟
وليه الجزء اللي ما بيتحركش او الفراكشن اللي 5 3 ريسبتورز اللي ما بيتحركش ده هو اللي بيريليز الكالسيوم. هنا يجي دور البروتين اللي هصدعكم بيه طول البرزنتيشن دي اللي هو الكيراب او اللي اسمه الكيراس انديوست اكتين بايندينج بروتين. هو اللي ليه دور في اللايسنسنج بتاع الاي 3 ريسبتور. طب ازاي ده بيحصل؟ ده بيحصل عن طريق زي ما شايفين احنا هنا في الصوره دي ان الكيراب بيفكس او بيثبت الاي 3 ريسبتورز على الاكتين فيلمنتس، والاكتين فيلمنتس هي جزء من السيتوسكيلتون بتاع السل وهي خيوط موجوده على ممتده على طول السل من اطرافها الى اطرافها يعني عشان تحفظ شكلها، وكمان ليها ادوار كتير حركيه وتركيبيه مختلفه. وده احد ادوارها اللي احنا برضو شايفينه، ان احنا عندنا هنا مثلا الاي 3 ريسبتور ار 1 ده باللون الاخضر، وعندنا هنا كيراب باللون البنفسجي، وعندنا الاكتين باللون الازرق. فالاوفرلاي هنا مورينا، ودي صوره يعني زومد او متقربه، شايفين هنا الاي 3 ريسبتورز باللون الاخضر او الابيض طبعا لان هي موجوده مع كراب فهي واخده لون ابيض، كلهم موجودين على طول الاكتين فيلمنتس. هنا دي برضو صورة عن طريق طبعا احنا لسه مش قادرين ان احنا نوصل للريزولوشن عالي قوي للمولكيول الواحد، بس اللي احنا قدرنا نشوفه هنا بيدينا صورة مبدئية عن الموديل بتاع ان ازاي كراب بيبايند الاي بي 3 ريسبتور. وغالبا هو انه في كذا بروتين من كراب بيعملوا كلاستر وهم كلهم بيمتدوا من الاكتين فيلمنتس ويمسكوا في الاي بي 3 ريسبتورز ويثبتوهم في كلاسترز، والكلاسترز دي بتكون بشكل ما هي اللي بتقدر ان هي تريليز كالسيوم، والباقي الفراكشن الموبايل فراكشن الباقي اوف اي بي 3 ريسبتورز ده مش بيريليز كالسيوم. طيب الفراكشن ده او الاموبايل فراكشن ده بيكون قد ايه من باقي الفراكشنز او من البوبوليشن كلها بتاعه الاي بي 3 ريسبتورز؟ هو حوالي 15%، 15% بس من الاي بي 3 ريسبتورز هم اللي ثابتين على الاي ار ممبرين وهم اللي قادرين ان هم يريليزوا كالسيوم. طيب ازاي نتاكد ان كراب هو اللي بيعمل كده؟ عن طريق اكسبيرمنت. الصف اللي على الشمال ده ما فيهوش سي ار ان اي، والسي ار ان اي ده معناه السي ار ان اي ده بيكون RNA very short RNA بيمنع الترانسكريبشن بتاع البروتين او بروتين معين او بيكون تارجتد طبعا لبروتين معين. فاحنا عندنا هنا كراب سي ار ان اي، فسي ار ان اي بتاع كراب ده بيمنع الاكسبريشن بتاع كراب. فمن الاخر السيلز اللي على اليمين هنا ما فيهاش كراب، السيلز اللي على الشمال هنا فيها كراب. فالسيلز على اليمين زي ما احنا شايفين زي ما اتفقنا اللون الابيض هنا بيدل على الاي موبايل فراكشن او كلاسترز اوف اي بي 3 ريسبتورز. فاحنا شايفين هنا في الصوره اللي على اليمين مفيش لون ابيض او اللون الابيض قل جدا، فده معناه ان الكلاسترز اللي متثبته قلت جدا مقارنه بالصوره اللي على الشمال اللي فيها الموبايل فراكشن اوف اي بي 3 ريسبتورز. فاحنا هنا اتاكدنا ان كراب هو السبب في ده. طيب عندنا هنا ثلاث فيديوهات لطيفه جدا، اتمنى يعني يكونوا لطيفين جدا بالنسبه لكم. هنا شايفين على الشمال الاي بي 3 ريسبتورز باللون الاخضر، انا هوصف لكم اللي انتوا هتشوفوه بس عشان تبقوا قادرين تشوفوه، لو محتاجين ان انا اعيده تاني في اي وقت ممكن اعيده. اللي على الشمال ده هيكون اي بي 3 ريسبتورز، اللي في النص هي الاكتين فيلمنتس باللون الاحمر. طيب احنا عايزين نتاكد ان كراب مثبت اي بي 3 ريسبتورز دي على الاكتين فيلمنتس، تمام؟ فحاولنا نبروترب او ان احنا نحرك الاكتين فيلمنتس وبالتالي نشوف ايه اللي حصل، هل الاي بي 3 ريسبتورز هيريتريت معاهم هيتحرك مع الاكتين فيلمنتس ولا لا. فزي مش عارف اللي حصل، طيب الفيديوهات مش شغاله. اوكي طيب يعني هوصف لكم النتائج انا بسرعه كده. في الفيديو اللي في الاول هنا كان الاكتين فيلمنتس بتتحرك وبدا يتحرك معاها الاي بي 3 ريسبتورز اللي باللون الاخضر. في الفيديو الثاني كنا عايزين نشوف كدليل واضح على ان الام موبايل اي بي 3 ريسبتورز بس هم اللي بيقدروا ان هم ريليز الكالسيوم، فكان عندنا في الفيديو اللي على اليمين مفيش كراب لان في سي ار ان اي اوف كراب، وبعدين على الشمال مفيش سي ار ان اي، فكان في بافس اوف كالسيوم او كالسيوم بافس طالعين من السلز اللي على الشمال اكتر بكتير من السلز اللي على اليمين. في ثالث فيديو كان عندنا برضو سي ار ان اي، ده هنا بنشوف الموبيليتي اوف اي بي 3 ريسبتورز، فهنشوف
او كنا يعني هنشوف انه الاي بي 3 ريسبتورز اللي موجودين على اليمين بيتحركوا اكتر بكتير من الاي بي 3 ريسبتورز اللي موجودين على الشمال. عامه ده وفر في وقت التوك لان هم كانوا هيعدوا 40 دقيقه باي ذا واي, فده كويس. المهم طيب ايه اللي احنا نعرفه هنا عن الانتراكشن ما بين اي بي 3 ريسبتورز وكراب؟ اللي موجود في الليتريتشر وده فيجر موجود او منشور يعني في الليتريتشر, انه عن طريق حاجه اسمها ميوتيشنال ستاديز, او الميوتيشنال ستاديز دي عن فيها اللي بنعمله يعني ان احنا بنعمل فراجمنتس اوف اي بروتين احنا عايزينه, وبنشوف ايه الفراجمنت من البروتين ده هو اللي هيبايند بالاي بي 3 ريسبتور. فاحنا عملنا او يعني هم عملوا كده ان هم جابوا كذا فراجمنت اوف كراب عشان يشوفوا ايه فيهم اللي هيبايند, و واحده واحده يبداوا ينارو داون لحد ما يوصلوا للامينو اسيدز الكريتيكال للبايندينج بتاعه الاي بي 3 ريسبتورز. فمن الاخر لقوا ان في اثنين امينو اسيدز اللي هم دبل فينايل الانين, لما بيتحولوا لالانين هم الاثنين دول بيخلوا البايندينج ما يحصلش. فاحنا هنا شايفين الدبل اف ميوتنت او الاثنين فينايل الانين لما بيتشالوا ويتبدلوا بالانين ده اللي بيكون حاصل. عندنا هنا اللون الاي بي 3 ريسبتورز باللون الاخضر وكراب باللون الاحمر زي ما احنا شايفين في الوايلد تايب او في الكراب اللي هو اللي في الحاله الطبيعيه بيكون بيكولوكلايز او بيعمل لون اصفر مع بالاوفرلاي يعني ما بين الاخضر والاحمر بتاع كراب واي بي 3 ريسبتورز بيعمل لون اصفر, فده معناه ان هم موجودين تقريبا في نفس المكان بس البايندينج ده ما بيحصلش في الدبل اف ميوتنت. فبنشوف هنا اللون الأحمر والأخضر لسه قادرين نميز ما بينهم, فده الدليل إن هم مش موجودين في نفس المكان. طبعا بيحصل برضو partial interruption of interaction لما بنشيل واحد بس من الدبل F. فاللي هنعرفه هنا من الموضوع يعني أو الconclusion من الموضوع إن الاثنين phenyl alanines دول هما بيكونوا مهمين للinteraction. طيب بالنسبة للأكتين فيلمنتس كراب منين بيبايند بالأكتين فيلمنتس؟ فاللي لقيناه هنا إن الأكتين فيلمنتس بتبايند في كراب أو بتبايند بكراب عن طريق السيتر من بتاعة كراب أو تحديدا من الأمينو أسيدز من 988 ل 1034. فدي صورة توضيحية هنا بتبين الانتراكشن بيحصل إزاي. فلو عندنا هنا كراب بالأسود فهو بيبايند بـ IP3 receptors من الانترمينال بتاعت كراب للانترمينال بتاعت IP3 receptors. والحاجه الانترستنج هنا ان هو بيبايند الاي بي 3 ريسبتورز عن طريق الاي بي 3 بايندينج كور لو انتوا فاكرينه, وده اللي فيه اي بي 3 بيبايند الاي بي 3 ريسبتورز. فمن الاخر وغالبا انه كراب بيتحكم في السنسيتيفيتي بتاعه اي بي 3 ريسبتورز للاي بي 3, وهو ده اللي بيخلي الام موبايل IP3 receptors برضو ده غالبا ده ما عليهوش اي دليل, ده مجرد speculation ان ال IP3 receptors تريليز كالسيوم لو هي بس الموبايل وبت interact مع كراب. طيب هوصف لكم هنا بس شغلي ده هيكون بقية التوك على الانتراكشن ما بين IP3 receptors وكراب. فأول جزء من الشغل او اول line من الشغل هيورينا الاميونو precipitation وهنعرف يعني ايه كوميونو precipitation. ده عشان نشوف هل كراب بيبايند بالثلاثة سب تايبس ولا لا, لان احنا عارفين كراب بيبايند باي 3 ريسبتورز اللي احنا عارفينه دلوقتي بس مش عارفين اذا كان بيبايند بالثلاثة سب تايبس ولا لا. تاني لاين من الاكسبيرمنتس انا في بدخل نوع مختلف شويه من الكراب بيكون هو نفس البروتين ولكن عليه تاج او التاج ده اسمه فلاج تاج. الفلاج تاج ده انا بدخله اولا بختبر اذا كان بيبايند برضو لسه بالثلاثة سب تايبس وبعدين بختبر الفانكشناليتي بتاعته وبعدين بجرب الميوتنت وبشوفه اذا كان هايبايند ولا لا, وده هيحط لي باك جراوند بعدين ان انا اعمل كمان ميوتيشنال ستاديز عشان اشوف ايه تاني او ايه الفاريشنز اوف كراب الثانيه اللي ممكن تبايند باي بي 3 ريسبتورز او الاكتين فيلمنتس ولا لا. ثالث حاجه عندنا الكيراس بما ان هو ليه ارتباط وثيق بالكراب او هو اصلا حتى اسمه منه يعني هو الكيراس induced actin binding protein فهو اللي بينديوس الاكتين بايندينج برضو غالبا او ده اللي عارفين لحد دلوقتي. فكنا عايزين نعرف اذا كان كيراس لاي افكت على الكراب اكسبريشن ولا لا. وبعدين هاخدكم يعني في جيرني من الاوبتمايزيشنز لان انا اعمل بيور كراب ان انا اعمل له اكسبريشن جوه البكتيريا عشان بعد كده استخدمه في بايندينج اسايز ثانيه.
اول حاجه هنتكلم عن الكوميونيتي بريسبتيشن اللي ما بين النيتيف كراب والاي بي 3 ريسبتورز الثلاث انواع. ففي الاول كنت عايز اتست اذا كان اصلا انا هستخدم هيكسلز هنا, وهيكسلز هنا هي نوع من السلز بنعتبره موديل يعني تريفيال جدا كل الناس بتستخدمه, ان هو بيدينا موديل للخلايا الحيه للانسان. فطبعا ده بنجرو في ديشز, ما اعرفش لو حد هنا فاميليير مع الويستن بلوتينج ولا لا, بس الويستن بلوتينج ببساطه ان انا بلود السامبلز او البروتين سامبلز على جل بعد ما باكستراكتد من الهيك سيلز او من اي سيلز عموما. فانا باكستراكت البروتين وبعدين بلود البروتين بكونسنتريشنز معينه, وبعدين بكشف عن البروتين بتاعي عن طريق الانتي بودي الخاص بالبروتين ده. فانا هنا بستين البلوت او الويستن بلوت او الممبرين اللي هنا ب كراب انتي بودي عشان يقدر بس يوريني من وسط كل البروتينز ومن وسط كل البانز اللي فيها بروتينز كتير, بيوريني بس اذا كان في كراب بروتين ولا لا. فهنا زي ما احنا شايفين عندنا هنا ده تريبل كي او سيلز, وتريبل كي او معناها تريبل نوك اوت, فكل او ثلاثه سب تايبس بتاعت الاي بي 3 ريسبتورز مش موجودين في النوع ده من السيلز. فاحنا عندنا هنا اربع انواع من السيل لاينز, عندنا هيك سيلز ما فيهاش اي نوع من الاي بي 3 ريسبتورز, عندنا هيك سيلز فيها بس ار 1 والنوع الثاني فيه بس ار 2 والثالث فيه بس ار 3. اللي موجود هنا ان كراب بيكون موجود في الثلاث انواع. ليه بلود اثنين concentrations او two concentrations من السامبل بس عشان اتاكد ان الباند هنا هي بتعتمد على الconcentration of البروتين مش باند non specific, ده بس عشان اتاكد ان دي specific band مش مجرد حاجه طلعت بالصدفه خلاص. تاني حاجه كنت عايز اتاكد منها هو انه specificity بتاعت الانتيبادي, ان الانتيبادي ده specific وبيقدر يميز الاي بي 3 ار 3 عن بقيه الانواع. فده اللي عملته هنا, وكان الانتيبادي بيوريني بس باند عند الاي بي 3 ار 3 مقارنه بالباقي. ده برضو اللي ما عرفش الويستن بلوتينج, عندنا هنا الماركرز, فالماركرز دي بتعرفني السايز بتاع البروتين وده اللي من خلاله بتاكد ان هو ده البروتين بتاعي. فانا هنا الاي بي 3 ريسبتور عند حوالي 300 وهو فعلا فوق ال 260, فانا متاكد ان هو ده. والكراب بيبان عند 180 كيلو دالتون, فهو هنا ما بين ال 260 وال 140, فانا برضو قادر اتاكد ان هو ده. وبعد كده اخر حاجه بيكون بلود حاجه اسمها اكتن, وده اندوجينس او بنسميه اندوجينس كنترول, ده عشان اتاكد ان اللودنج او ان البروتين اللي محطوط في كل سامبلز قد بعضه, مش انه ان في كراب في سامبل اكتر من سامبل عشان في كراب اكتر, مش عشان في بروتين عموما اكتر لودد يعني في السامبل. طيب جينا بعدين عرفنا من الليتريتشر برضو في بيبر اتنشرت عن ان في فراكشن اوف اي بي 3 ريسبتورز وكراب مش بيكون سوليبل في حاجه اسمها ترايتن. يعني ايه ترايتن ده؟ ترايتن ده هو ديترجنت ده اللي بنكستراكت بيه البروتين من السيلز. فانا عندي هنا هيك سيلز عشان اعمل حاجه اسمها الكوميونو بريسبتيشن او اميونو بريسبتيشن اكسبيرمنتس, الاسنس بتاع الاكسبيرمنتس دي ان انا اشوف البروتين كومبلكس. فانا عايز اشوف اخد بروتين واحد من جوه السيلز والبروتين ده يكون محتفظ بكل الانتراكشن بتاعته مع بقيه البروتينز الثانيه, وبعدين لما اخد البروتين ده اقدر اكشف عن البروتينز الثانيه اللي موجوده معاه في الكومبلكس. فانا يهمني جدا ان انا لما اسحب البروتين او اعزل البروتين من السيل, البروتين ده يكون لسه جوه الكومبلكس ولسه محتفظ بالانتراكشنز بتاعته حاصل. فبالتالي انا محتاج هنا ان انا اطلعه بمايل ديترجنت. المايل ديترجنتس دول هم ديترجنتس بيطلعوا البروتين بس بيعملوا بورز في البلازما ممبرين وبيطلعوا البروتينز من السيل من غير ما يكسروا اي حاجه جوه السيل ولا اي اورجانيلز ولا اي حاجه. فبالتالي اللي البيبر دي قالته انه في نوع معين من السيلز وهو اسمه الام سي دي كي سيلز في فراكشن اوف كراب واي بي 3 ريسبتورز مش بيكون سوليبل في الترايتن. فانا لما باكستراكت البروتين بتاعي بترايتن الفراكشن ده ما بيطلعش, وقالوا ان الفراكشن ده هو الفراكشن اوف اي بي 3 ريسبتورز وكراب اللي بيكونوا ممسوكين في اكتن. فهم دول اكشلي الفراكشن اللي يهمنا ان احنا نشوف اذا كان بيبايند ولا لا. ودي كانت الريزلتس بتاعتهم. فالريزلتس هنا كانت مبينه انه التي اس هنا بترمز لي ترايتن سوليبل والتي اي هنا بترمز لي ترايتن انسوليبل. فهم هنا قدروا يطلعوها بديترجنت ثانيه اللي هي الايونيك ديترجنت اللي هي بتكسر كل حاجه في السيل. فده طبعا موجود في النوع ده من السيلز اللي هم جربوا عليه اللي هو الام سي دي كي سيلز.
كنت عايز اشوف بقى اذا كان نفس الحاجه بتكون حاصله معايا في الهيك سيلز ولا لا. فعملت الاكسبيرمنت دي, والاكسبيرمنت باختصار يعني عشان ما ادخلكوش في اي تفاصيل معقده, ان انا خدت اثنين فراكشنز من السيلز متساويين, وعملت اكستراكشن للبروتين بكذا نوع من الديترجنتس. فعملت بيوريا, واليوريا هنا ديترجنت قوي جدا بيكسر تقريبا كل حاجه في السيل عشان يوريني اذا كان فيها حاجه ولا لا. وعملت اكستراكشن ببافر, هم مسمينه بافر بي في البيبر اللي فاتت, وده بيكون فيه اس دي اس وده برضو ديترجنت قوي. وبعدين قارنته بالفراكشن اللي انا بعمله اكستراكشن بترايتن عادي جدا عشان اشوف الفرق ما بين الاثنين. الريزلت اللي طلعت لي انه ما كانش فيه فرق قوي, الفرق كان حوالي 10%, فكان فرق نقدر نعتبره يعني مش مهم قوي, نيجليجبل يعني. فالفرق هنا في ده بالنسبه للكراب, ونفس الريزلتس تقريبا بالنسبه للاي 3 ريسبتورز. فهنشوف هنا البانز بتاعت اليوريا والبافر بي, في فرق بس مش فرق كبير ما بينها وما بين الريبا زي اللي كان, او الترايتن يعني زي اللي كان موجود في البيبر اللي احنا شفناه قبل كده. برضو ده بالنسبه للاي 3 ريسبتورز, ده كان نفس الموضوع برضو, الفرق مش كبير قوي. هنا هنقدر نشوف البروتينز اللي موجوده في البلت بتاعت الترايتن. فاحنا هنا بعد ما دوبنا البروتينز في ترايتن, او بعد ما عملنا اكستراكشن بترايتن, باقي شويه سيلز حاولت ان انا اعمل اكستراكشن اكتر بيوريا عشان اشوف ايه اللي فاضل جوه اللي انا ما قدرتش اطلعه بالريبا, وما كانش برضو كتير. وطبعا هنا السامبل كونسنتريتد حوالي 9 مرات اكتر من السامبل هنا, فبالتالي هنا لما اجي احسبها بحسبها يعني بقسم ده على 9. طيب ده كان معناه ان انا خدت الضوء الاخضر يعني زي ما بيقولوا ان انا اعمل الاميون برسبتيشن اكسبيرمنت. والاميون برسبتيشن زي ما احنا عارفين ان هي, او زي ما انا يعني هشرح دلوقتي, انه بيكون عندنا بروتينز, عملت اكستراكشن لكل البروتينز اللي موجوده في السل, بعد كده عايز اكشف عن بروتين معين او عايز اعزل بروتين معين عشان اشوف ايه او ايه البروتينز اللي ماسكه في الكومبلكس ده. فببساطه ان انا بحط الانتي بوديز السبيسيفيك للبروتين اللي انا عايزه, اللي هي في الحاله دي كراب انتي بوديز. الكراب انتي بوديز دي بتمسك في, هنفترض ان اللي باللون الاحمر ده هو كراب, واللي باللون الاخضر ده هي الاي 3 ريسبتورز, فهم اوريدي ان كومبلكس مع بعض. الانتي بودي دي هتدخل هتبايند بي كراب, وبالتالي هتبايند بي كل اللي معاها في الكومبلكس. بعد كده بحط نوع معين من البيدز بيكون عليه بروتين اسمه بروتين A وبروتين G, دول بيمسكوا في اي انتي بودي او اي برايمري انتي بودي. فبالتالي من الاخر بالبيدز دي هيكون عندي, او في نهايه الاكسبيرمنت هيكون عندي البيدز ماسكه في كراب اللي ماسك في الانتي بودي اللي ماسك في الاي 3 ريسبتورز. فكنترول الاكسبيرمنت دي انا ازاي اتاكد ان البيدز دي سبيسيفيك, يعني ازاي اتاكد ان البيدز دي مش بتدخل تاخد تشيل معها اي بروتينز وخلاص. اللي بعمله هنا ان انا بعمل ان بارالل للاكسبيرمنت دي بعمل كنترول اكسبيرمنت, ان انا فيها بحط نوع من الانتي بوديز اسمه اي جي جي, والاي جي جي هنا مش بيمسك في اي بروتين معروف في السل, هي بيمسك في انتي بوديز ثاني. فجيفن ان انا ما عنديش اي انتي بوديز في السامبل بتاعتي, طبعا دي بارالل سامبل مش نفس السامبل اللي بعمل فيها الاميون برسبتيشن, المفروض ان الاي جي جي ده ما يمسكش في اي حاجه. فبالتالي بحط الاي جي جي وبعدين بحط البيدز, وبعدين باخد البيدز دي المفروض ان هي نيجاتيف كنترول, المفروض ان هي تكون فاضيه, فالمفروض ان هي تكون ما فيهاش حاجه عشان اتاكد ان هي سبيسيفيك. لو لقيت اي بي 3 ريسبتورز موجوده في البيدز اللي المفروض ان هي تكون فاضيه, فده معناها ان البيدز بتاعتي نون سبيسيفيك, فمعناها ان اي ريزلتس باخدها من الاكسبيرمنت دي بتكون يعني نل. اول اكسبيرمنت عملتها هنا كانت ان انا اشوف كراب واي بي 3 ريسبتورز هل هم ماسكين في بعض في كومبلكس في الهكسلز اللي بتكسبرس بس ار 1. الاجابه كانت انه هنا قادرين نشوف انه الاي جي جي سامبل كانت فاضيه, او الكنترول البيدز كانت فاضيه, ودي المفروض ان هي تكون ما تجيبش معاها اي حاجه. شفنا هنا ده بكراب انتي بودي, فشفنا هنا كميه الكراب بروتين اللي احنا قدرنا نعزلها من الانبوت او اللي هي السامبل. طبعا الاي بي سامبل دي بتكون كونسنتريتد جدا, فاحنا هنا دي حوالي 10 مرات من دي, فما تتخدعوش ان الانتنسيتي بتاعت البانز دي اكتر من دي, المفروض ان دي اكتر 10 مرات. فبالتالي الانبوت هنا هو السامبل, قبل ما احط اي انتي بوديز وقبل ما احط اي بيدز باخد منها سامبل عشان اشوف انا بدات بقد ايه كراب, وبعدين بشوف في الاي بي
وده كراب اللي انا قدرت اعزله. طبعا ده بيضرب في 10 بعدين في الكوانتيفيكيشن. فاللي انا هنا قدرت اشوفه ان انا عندي كراب ريكفري اوف حوالي 70%، فانا قادر اعزل حوالي 70% من البوبوليشن اوف كراب اللي موجوده جوه السل، وجي معاها حوالي 25% من البوبوليشن اوف اي بي 3 ريسبتورز. وده طبعا الفلو ثرو، او الفلو ثرو ده هو الباقي من السامبل بعد البايندينج. فانا بعد ما عزلت كراب عايز اشوف فاضل قد ايه في السامبل من كراب، فده اللي بيكون موجود في الفلو ثرو. جربت عملت نفس الاكسبيرمنت بعدين على التايب 2، وعندي هنا 3 ريبليكاتس من نفس الاكسبيرمنت. الثلاثه ريبليكاتس وروني ان انا برضو قدرت ان انا اعزل كراب مقارنه بالاي جي جي، برضو ما كانش فيه اي باندز، فكان عندي هنا باندز في كراب وكان عندي باندز برضو في الاي بي 3 ريسبتورز. فده معناه ان انا الكومبلكس او لما عزلت كراب قدرت ان انا اعزل معاه اي بي 3 ار 2، وبرضو الريكفري او الارقام تقريبا كانت قريبه من بعضها ما عدا بس الرقم بتاع الاي بي 3 ريسبتورز. برضو هنا دي رف كوانتيفيكيشن، الويسترن بلوتس مش ريلايبل قوي في الكوانتيفيكيشن، بس من الكوانتيفيكيشن بتاعه الويسترن بلوتس دي قادر اقول ان الافينيتي بتاعه الار 2 حوالي نص الافينيتي بتاعه الار 1 طبعا الكراب. عملنا نفس الاكسبيرمنت برضو ل ار 3 ل اي بي 3 ريسبتور ار 3، وبرضو هنا قادر اشوف ان انا عزلت كراب مقارنه بالاي جي جي برضو اللي ما فيهاش اي بروتين، وبرضو قدرت اشوف الاي بي 3 ار 3 عن طريق 2 انتي بوديز، يا اما بالكومن اي بي 3 ار 3 سوري بالكومن اي بي 3 ريسبتور انتي بودي او بالسبيسيفيك انتي بودي للاي بي 3 ار 3. وهنا برضو دي الارقام بتاعه الريكفري والفلو ثرو وهكذا. ده اول جزء في الشغل. تاني جزء في الشغل هو الاميونو بريسبتيشن لي بعد الاوفر اكسبريشن، بنسميه اوفر اكسبريشن ان احنا بنزود الاكسبريشن بتاعه النيتيف كراب. واحنا هنا كنا عايزين، او الهدف هنا من الاكسبيرمنتس كان ان احنا نحط ارضيه جديده ليه ان احنا نتست كراب من غير ما نشيل النيتيف كراب، بمعنى ان احنا لو عايزين ندخل اي ميوتيشنز ثانيه في كراب عشان نشوف هل هاي بايند باكتين فيلامنتس ولا لا، هل هاي بايند باي بي 3 ريسبتور ولا لا، هل هاي بايند باي بروتين ثالث، لانه اكيد كراب بيكون موجود في كومبلكس مع بروتينز ثانيه احنا لسه مش عارفينها. عشان نعمل كل الاكسبيرمنتس دي احنا محتاجين باك جراوند دي استابليشد، نقدر بعدها نعمل اي تغييرات. فعشان نعمل تغييرات في النيتيف كراب او الكراب اللي هو بيكون موجود اصلا في الهيك سيلز، ده حاجه معقده جدا ومحتاجه جين اديتنج وقصه طويله جدا، وكل اكسبيرمنت دي بتاخد شهور. فاحنا كنا عايزين نلاقي طريقه ابسط من كده. فاحنا كنا عايزين نتاكد انه لما ازود انا احط من عندي على السيلز والنيتيف كراب موجود زي ما هو كراب، بس بيكون تاجد بتاج معين، انا اقدر لما اعزل البروتين ده اعزله بالتاج بتاعه ما اعزلوش بالكراب انتي بودي. فانا هعزله بانتي بودي للتاج نفسه، فده بيخليني اعزل البوبوليشن اللي هي تاجد بس، البوبوليشن اللي انا حطيتها بنفسي. فكنت عايز اتاكد ان البوبوليشن الجديده اللي انا احطها من فلاك كراب دي هتكون فانكشنال، بمعنى ان هي بتادي نفس الوظيفه اللي بيعملها النيتيف كراب. ايه الوظيفه اللي انا عارفها دلوقتي النيتيف كراب بيعملها؟ هي ان هو بيبايند بالثلاثه سب تايبس، وان هو كمان بيثبت الاي بي 3 ريسبتورز، ان هو بيطلع الكالسيوم بافس وهكذا. فعشان اتاكد من ده كمان دخلت الميوتيشن اللي هو برضو كان معروف ان هو مش بيخليه يبايند باي بي 3 ريسبتور، وعدت التجربه تاني بتاعه الاميونو بريسبتيشن عشان اشوف اذا كان هاي بايند باي بي 3 ريسبتورز ولا لا، او هيديني باند اوف اي بي 3 ريسبتورز ولا لا. ده بعد كده بيديني ارضيه، لو انا اتاكدت ان ده فانكشنال وشغال هقدر بعدين بدل ما اعمل اي تغييرات او ميوتيشنز في النيتيف كراب او الكراب اللي يكون موجود في السل، هعمل التغييرات دي في الـ في الـ في الـ في الفلاج تاجد كراب وادخله السل وابدا اشوف الافكت بتاعه. الاكسبيرمنت ببساطه كانت هي كوميون بريسبتيشن برضو، بس قبلها ما بعملهاش على سيلز عاديه، بعملها على سيلز ترانسفكتد بالفلاج كراب اللي انا عامل. ده طبعا بيكون بلازمد، باخد البلازمد ده وبحطه في حاجه اسمها لايبوسومز، وبعدين بدخلها جوه السيلز وبسيبها يومين، وبعدين السيلز بتبدا ان هي تاخد البلازمد ده وتترجمه وتعمل البروتين، والبروتين ده يكون فانكشنال هوبفلي يعني ويشتغل. طيب هل انا هنا اتاكدت ان الفلاج كراب ده شغال ولا لا؟ اللي انا عملته ان انا عدت نفس التجربه بتاعه الكوميون بريسبتيشن بس عن طريق فلاج انتي بودي بدل كراب انتي بودي. فانا هنا خدت الفلاج انتي بودي، المفروض ان هو ياخد يمسك فيه الفلاج تاج اللي هو ماسك في كراب، اللي هو ماسك في اي بي 3 ريسبتورز، اللي هو بعدين ماسك فيه البيدز لو انتوا فاكرين في الكوميون بريسبتيشن.
هنا برضو الاكسبيرمنت ورتني نفس النتائج انه الاي جي جي كانت ما فيهاش حاجه، انه الفلاج انتي بودي، وده هنا اللي قدرت اعزله من فلاج تاج، وده الانبوت وده اللي انا بدات بيه. طبعا الاكسبيرمنتس دي ورتني في انه في اي بي 3 ار 3 سوري ار 1 قدرت اشوف bands of IP3 receptors، قدرت اشوف bands برضو of R2، قدرت اشوف برضو bands of R3. فبالتالي هنا قدرت اتاكد ان الفلاج تاجد كراب لسه فانكشنال وبيبايند بالثلاثه سب تايبس زي النيتف كراب ما بيعمل بالظبط. تاني حاجه عايزه او يعني جربت ان انا اعملها هو ان انا ادخل فيه الميوتيشن اللي احنا عارفين اللي هو الدبل اف ميوتيشن. دبل اف ميوتيشن ده بيدخل ازاي؟ عن طريق البي سي ار. فانا بعمل بي سي ار للبلازميد الاول، البي سي ار ده بيكون بغير فيه بس اثنين او يعني هنا كان اربعه بيس بيرز، فانا عندي هنا حولت تريبل تي تريبل تي لجي سي تي جي سي تي عشان في الاخر يديني من فينال الانين لالانين. بعد كده اخذت البلازميد ده الجديد وعملت اثنين بارلل اكسبيرمنتس. اول اكسبيرمنت كانت بي او يعني مش بارلل اكسبيرمنت ولا حاجه، هي اكسبيرمنت واحده في اثنين بارلل سيل لاينز يعني. فانا عندي سيل لاين هنا ترانسفكتد بي الفلاج تاج كراب اللي هو الوايلد تايب زي ما هنسميه، وبعدين هنسمي الثاني اللي هو الميوتنت او الدبل اف ميوتنت، ده اللي المفروض ان هو ما يدينيش بايندينج مع الاي بي 3 ريسبتورز. بعد كده عدت او عملت الاميون بريسبتيشن عن طريق ان انا احط الفلاج انتي بودي في الاثنين اكسبيرمنتس او في الاثنين سيل لاينز، فالمفروض ان هو الفلاج انتي بودي يبيك اب الاثنين، يبيك اب الوايلد تايب والميوتنت، وبعدين بلود السامبلز دي كلها في ويسترن بلوت. النتائج اللي طلعت لي هي كالاتي: اولا ان هنا هتكون الموضوع اكبر شويه، ان الاي جي جي برده ستيل ما فيهاش حاجه، which is حاجه كويسه. قدرت ان انا اخد اماونت تقريبا واحد من الفلاج تاجد دبل اف ميوتنت والفلاج تاجد وايلد تايب كراب، ده موجود اكروس كل الريبليكاتس. اللي كان انترستنج هنا ان انا ما شفتش بقى الاي بي 3 ريسبتور باندز. طبعا الباند هنا فينت جدا، لان يعني هو الانتي بودي بتاعي سنسيتيف جدا، فهو قادر ان هو يبيك اب حتى اقل حاجه. فانا عندي هنا الاي بي 3 ريسبتورز، شايفين ان هو في فرق ما بين الوايلد تايب كراب، فهو دي جاي معاها اي بي 3 ريسبتورز في مقابل الدبل اف ميوتنت اللي ما جاش معها اي بي 3 ريسبتورز، وده برضو الكوانتيفيكيشن بتاعها. فهنشوف هنا الفرق ما بين ال IP3 receptors ما بين ال wild type و ال double F mutant. فأنا هنا برضو اتأكدت ان الميوتيشن ده لما بيحصل في ال flag tagged crab او ال over expressed crab بيديني نفس النتيجة، انه برضو ما بيكونش فيه binding. طيب ايه اللي هعمله بعد كده؟ اللي هعمله بعد كده ان انا هاخد الاثنين samples دول على بعضهم عشان اقدر ايدنتيفاي كل الكومبلكس. فاحنا دلوقتي اللي عارفينه في الكومبلكس ده هو IP3 receptor وكراب بس، فاحنا عايزين ايدنتيفاي ايه اللي في الكومبلكس ده كله. فعايزين نعرف ايه اللي في الكومبلكس وقت لما بيكون كراب في الميوتيتد او في الميوتيشن الدبل اف ميوتيشن والوايلد تايب كراب، فده طبعا هيخلينا ايدنتيفاي كل البروتينز اللي موجوده. عندنا كمان other mutations ممكن ندخلها بحيث ان احنا نidentify الactin binding site بقى. فاحنا هنا هنقدر نexpress الflag tagged crab وندخل فيه كذا mutation في C terminal end عشان نقدر بعد كده نشوف اذا كان high bind بactin ولا لا، او ايه الـ mutation اللي هيخليه bind بactin او ايه الـ mutation اللي بيخليه ما يبيندش بactin، فبالتالي هنعرف الactin binding site. ثالث line of experiments هنا كانت ان احنا عايزين نشوف كيرا سالي افكت على الاكسبريشن بتاع كراب ولا لا، وده كان فيها يعني قصه في الاول. ف الريزلتس اللي طلعت انيشلي كانت انه بعد ما عملنا نوك داون لكيراس، الطريقه طبعا اللي احنا بنشوف ان فيها بيها اي بروتين اذا كان بي كنترول الاكسبريشن بتاع بروتين ثاني ولا لا، ان احنا بنحط سايرن اي. السايرن اي ده المفروض ان هو بينوك داون او بيشيل بروتين معين من السل، فبالتالي المفروض ان البروتين اللي معتمد عليه يبدا هو كمان يقل. فاحنا عشان نعمل كده حطينا سير ان اي لكيراس، فبالتالي شايفين هنا البند بتاعه كيراس دي البند بتاعه الكنترول، المفروض ان هي السيلز اللي احنا بدانا بيها، ودي السيلز اللي هي فيها سير ان اي اوف كيراس، فاحنا هنا المفروض ان احنا شلناه، فشايفين البند هنا اختفت والاكتين لودنج تقريبا قد بعضه، فده معناه ان احنا عندنا هنا بروتين قد اللي هنا
ولكن هو specifically قدرنا نشيل كراس. نفس النتيجة حصلت بعد 72 ساعة of incubation with siren A. فاحنا هنا قادرين نعرف يعني ان ده specific effect of الكراس siren A. زي ما احنا شايفين بقى في المقابل الكراب expression كان هو من الكنترول siren A, فبالتالي قدرنا نتأكد ان هو ما كانش فيه اي effect. اللي كان interesting هنا وده اللي كان يعني نوعا ما false alarm, حبيت أشيره معاكم بس عشان أوريكم العالم الإكسبرمنتال بيكون عامل إزاي. كان عندنا هنا مثلاً كيراب في الكنترول, قدرنا نشوف إن في باند تانية المفروض إن ده السايز اللي إحنا بنشوف فيه كيراب, والباندز التانية إحنا بنفترض إن هي نون سبيسيفيك باندز. فالباند النون سبيسيفيك دي كان فيها باند عند حوالي 80 ل 100 كيلو دالتون. الباند دي بتقل مع سارني, وده كان تقريباً كونسيستنت في كل الريبليكات. فحبيت ان انا اشوف ده اكتر, فعشان اشوف اذا كانت الباند دي هي اصلا سبيسيفيك لكيراب ولا لا, ولا هي بس مجرد مشكله في الانتي بودي. فعملت سار ان اكسبيرمنت. السار ان اكسبيرمنت دي المفروض ان هي بشيل بيها كيراب, فبالتالي لما شلته الباند اللي عند 80 ل 100 كيلو دالتون دي برضو اختفت, فداني هوب ان انا هنا ممكن اكون يعني اونتو سمثينج. جربت انتي بودي تاني عشان اشوف هل كل الانتي بوديز بتبيك اب نفس الباند اللي على 100 كيلو دالتون دي ولا لا. فجربت انتي بودي تاني بيديني حوالي 50 اصلا يعني باند نون سبيسيفيك, فبالتالي مش حاجه سبيسيفيك قوي بس ماشي, قدر ان هو يبيك اب الباند عند 100 كيلو دالتون. ولكن باستخدام الانتي بودي التاني لما جربنا ان احنا نوك داون الكيراس, برضو هنا شايفين نايس نوك داون, بس الباند اللي عند 100 كيلو دالتون هنا ما حصلهاش اي حاجه. فبس فبالتالي يعني وقفنا اكسبيرمنت لحد هنا, قلنا كان يعني ممكن في حاجه كانت تتعمل وان الانتي بودي الثاني ما كانش بيبيك اب اي حاجه وخلاص. بس يعني هير وي جو. اخر حاجه هنتكلم فيها هو الان فيترو بايندينج اسايز. والان فيترو بايندينج اسايز هي عباره عن ان انا بجيب البروتينز عشان اتاكد ان ان اي اثنين بروتينز بيبايندوا مع بعض, باكسبرس البروتينز دي في بكتيريا عشان البكتيريا دي بتطلعها لي بشكل بيور, ان البروتين ده لوحده من غير اي بروتينز تانية ماسكه معاه. فهنا ده اللي قدرت او اللي حاولت او بحاول ان انا اعمله مع كراب, ان انا عملت بلازميد يكون كومباتبل مع البكتيريا, وان انا احط البلازميد ده في البكتيريا والبكتيريا دي طلع لي البروتين اللي هو كيراب, وبعدين اعمل له اكسبريشن, وبعدين اعمل له اكستراكشن, وبعدين بيوريفاي البروتين ده عن طريق التاج اللي انا حاطه في البروتين, برضو ان انا اعزل البروتين عن طريق التاج بتاعه من وسط كل البروتينز الثانيه لان البكتيريا هي كمان بيكون عندها بروتينز. وبعدين ان انا اجرب ان انا اعمل له بايندينج مع او ان انا انكيوبيته يعني مع الاي بي 3 ريسبتورز واشوف اذا كان هيحصل بايندينج ولا لا. فده معناه انه لو حصل بايندينج هيكون معناه ان الاثنين بروتينز وهم بيور من غير اي ميدياترز ومن غير ما يكونوا في كومبلكسز, هم الاثنين هيكونوا قادرين ان هم يبايندوا مع بعض. البكتيريا اكسبريشن ده يعني كان رحله طويله وشاقه يعني هاخدكم معايا فيها. اولا بدات بان انا عندي بلازميد في كراب وبلازميد تاني فاضي ده بيكون كومباتبل مع البكتيريا وفي الجي اس تي تاج, والجي اس تي تاج هنا هو التاج الكومباتبل مع البكتيريا اولا, ثانيا هقدر ان انا اعزل بيه البروتين بعدين لما اوصل للبروتين ليفل يعني. فاللي عملته ان انا عملت بي سي ار عشان اطلع الفراجمنت بتاع كراب اللي هو هنا اس اس اف اي, وبعدين قصيت جزء من البلازميد الثاني عند سايتس معينه او الريستريكشن سايتس معينه يعني. بعد ما قصيت ده قدرت ان انا ادخل الجين بتاع كراب عشان اتاكد ان الجين ده دلوقتي كامل او ان البلازميد ده دلوقتي كامل, بقصه تاني في نفس السايتس اللي انا دخلت فيها الجين بتاع كراب, واللي بيطلع معايا كما هو متوقع يعني الفيكتور السايز بتاعه 4.9 كي بي وعندي كراب عند 3.9 كي بي او كيلو بيزيس يعني. قدرت انا اتاكد من ان البلازميد ده شغال عن طريق السيكونسنج, فاقدر اشوف هنا الستارتنج كودون وهنا برضو السايت اللي فيه الفيوجن ما بين التو بلازميدز. بعد كده جربت
كدمي ران يعني للإكسبريشن، فقدرت أشوف ما بين ثلاثة كلونز، أن بيكون عندك كلونز معينة هي اللي بتبقى بوزيتيف من كل الكولونيز بتاعت البكتيريا. جربت ثلاثة كلونز فطلع معايا خدت الكلون كلون 5 اللي هي كانت أكتر كلون بتكسبرس البروتين. عشان برضو أطلع الميوتنت كراب برضو بشكل بيور، عملت نفس القصة تاني بتاعت السبستيتيوشن ميوتيشن، وبرضو قدرت أنها أتأكد منها بالسيكونسينج. فأنا شايف هنا برضو GCT بدل TTT، وبعد كده برضو عملت لها إكسبريشن، وهنا برضو شايف البروتين GST تاج كراب برضو طالع في مقابل ده طبعا بعد الاندكشن. هو طبعا انت لازم تنديوس البكتيريا عشان تطلع البروتين، فمن غير الاندكشن ما بتطلعش البروتين، وده بيكون هنا النيجاتيف كنترول بتاعي. عشان قبل ما ادخل في بقيه الحاجات عن كراب، محتاج ان انا ادي باك جراوند عن نوع البروتين ده لما بيكون بيور. كراب هو من نوع البروتينز اللي بيكون اسمها disordered proteins. والdisordered proteins هي proteins بتكون ببساطة التعريف بتاعه يعني ان هو نوع البروتين اللي بيكون flexible جدا، بيتحرك بشكل حر جدا في solution لما بيكون برا اي complex. فالبروتين ده لما بيكون pure بيكون مجرد حاجة زي ورقة او زي sheet. الورقة دي بتتحرك في اتجاهات عشوائية او بطريقة عشوائية او بorientation عشوائي. فده معناه ان انا لما اعمل كريستاليزيشن للبروتين عشان اشوف الشكل بتاعه، زي ما احنا شفنا الـ IP3 receptor شكله في الفراغ عامل ازاي في اول التوك، ده مش هنقدر نعمله ببساطة مع كراب، او هيكون صعب جدا لانه كل شكل هتشوفه الكراب هو شكل من عدة اشكال هو ممكن ياخدها في الفراغ في اللحظة الواحدة. فبيزيكلي ما بتكونش شايف حاجة. عشان نعمله purification، ده طبعا بقوله عشان هو بيصعب في purification بتاعه، لانه وصعب كمان في الاكستراكشن لانه هو بيكون صعب يخرج بالديترجنتس المعروفه، صعب ان انا ابيوريفاي بالكولمز المعروفه وهكذا. معلومه تانية نعرفها عنه هو ان هو دي طبعا بنعرفها عن طريق تولز سوفت وير تولز، يعني بدخل فيها سيكونس وبيطلع لي فيها نيجاتيفلي تشارجد ريزيدوز ومقابل البوزيتيفلي تشارجد ريزيدوز، فقدر اشوف هنا ثلاثه ريجنز هو هنا بيبايند او هو بيكون هنا نيجاتيفلي تشارجد فيها. عندي بعد كده بشوف برضو بتولز تانية، بشوف الهيدروباثي، فأنا هنا قادر أشوف إن هو البروتين معظمه أو معظم الريزيجيز اللي فيه معظمها هيدروفوبيك، وده برضو طبعا هيفيدني بعدين في الاكستراكشن والبيوريفيكيشن. آخر حاجة وهو الديسوردر بتاع البروتين، فأنا قادر أشوف إن هو a very highly disordered protein، وهنا disordered عشان يعني ممكن تطنشوا البيكس دي كلها وتركزوا بس مع الحتة السوداء اللي في النص. فهنا اللي بيكون الريجن اللي بيكون سوداء في النص هنا، دي معناها ان دي disordered region. فمجرد الريجنز الوحيدة الordered او اللي هي واخدة شكل ثابت في الفراغ هي الريجنز اللي بيبايند فيها basically مع actin وبيبايند فيها مع IP3 receptors، غير كده هو بيكون disordered protein ويعني بيتحرك بشكل عشوائي في الفراغ. وده بيديله حاجة اسمها الهيدروديناميك راديوس، وده بس من غير تعقيد يعني هو انه البروتين اي بروتين بيتحرك بشكل ما في الفراغ بيكون حواليه زي مسافة قطر معين، القطر المعين ده هو القطر بتاع الحركة بتاعته او ده المجال بتاع الحركة بتاعته. الراديوس بقى بتاع الكراب او اي بروتين تاني ديسوردر بيكون كبير جدا، فده بيخلي عملية الاكستراكشن بتاعته من جوه البكتيريا بتكون اصعب والبيوريفيكيشن بتاعه برضو بيكون اصعب. ده اول رن ليا في الاكستراكشن بتاعه من البكتيريا بعد الاكسبريشن، البلازمد اتعمل وازاي بعدين قدرت اتاكد من ده والميوتيشن الانتروديوست في البلازمد، وبعد كده شرحت عن البروتين انه ديسوردرد وانه هي دي المنطقه اللي كانت فيها الديسوردر. فعندنا الريجنز الديسوردر دي اللي موجوده بالاسود، فاحنا عندنا basically كل البروتين disordered أو مش واخد شكل ثابت في الفراغ، ما عدا بس الـ binding sites مع الـ IP3 receptors اللي هي عند الـ N-terminal ومع الـ actin filaments اللي هي عند الـ C-terminal. غير كده كمان دي regions اللي هي كان negatively charged في البروتين، وبرضو ده الـ residues في البروتين اللي هي hydrophobic، فاحنا قادرين نشوف إن معظم البروتين بيكون hydrophobic. اخر حاجه هتكلم فيها عن الاكستراكشن والاكسبريشن بتاعه، فانا بس قعدت فتره ان انا اوبتمايز ده،
الاكستراكشن بتاعه بكل الريجنتس المعروفه في من ذا بوك يعني كلها مش بتقدر ان هي تكستراكت البروتين، لان البروتين احنا متوقعه عند السايز اللي هو عند حوالي 210، فالمفروض ان هو يكون حاجه في الحدود دي. بعد كده قدرت ان استخدم اكويبمنت ثانيه اسمها الهوموجينايزر، ودي بتابلاي فيري هاي بريشر على على البكتيريال سيلز، فالمفروض ان هي بتقدر تطلع كل البروتينز اللي فيها. قدرت بيها ان انا الاقي البروتين بتاعي بالكراب انتي بودي مره وبالجي اس تي انتي بودي مره، المفروض ان الاثنين يجيبوا نفس البروتين. فده اللي حصل. بعد كده حاولت ان انا اقلل الفراجمنتس او الديجريديشن بتاع البروتين عن طريق ان انا ازود البروتيز انهبيتر جوه السوليوشن، فده برضو اللي حصل ان انا قللت يعني significantly الفراجمنتس الثانيه اللي في البروتين. بعد كده عملت affinity purification للبروتين. أنا هنا موريكو يعني آخر الأبديت في الموضوع، إن الaffinity purification قدرت بيها إن أنا أحطه على glutathione beads. glutathione دي بتكون specific للGST beads أو GST tag، فإن هي مفروض إن هي تمسك في التاج. هنا عندي الرو ماتيريال أو ده البروتين اللي طالع معايا. بعد كده إن أنا بقليوت أو بطلع البروتين من على البيدز، بطلعه باستخدام glutathione، وطلعته مرة باستخدام SDS. طبعا الاس دي اس هنا عشان اشوف بس ايه البروتين اللي موجود، انما المفروض ان انا عشان اكمل في بايندينج اسايز واحافظ على الانتجريتي بتاعه البروتين ان انا اعمل له اليوشن بس بالجلوتاثاين. عملت هنا برضو كوانتيفيكيشن باستخدام بروتين تاني جي اس تي تاج واخده كبنش مارك، طلعت منه في البروتين اكسبريشن لحد دلوقتي هو ان انا معايا حوالي 0.1 ملي جرام اوف بروتين. بعد كده عندي اخر ستيب في البيوريفيكيشن ان هام سايز اكسكلوجن، واخد البروتين بتاعي بس وان انا go ahead with the in vitro binding assays. اخر حاجة هعمل summary. اول حاجة عرفناها انه crab اولا بي express natively في الhex cells. تاني حاجة ان crab بي bind التلاتة subtypes بتاعت الـ IP3 receptors جوه الhex cells. تالت حاجة انه التريتون insoluble fraction في الـ IP3 receptors بتاع الـ IP3 receptors والكراب جوه الـ Hexels هو تقريباً مش موجود، يعني مش بالأهمية الكفاية أن هو يمنع أو يخلي الـ results بتاعت الـ co-immune precipitation فيها مشكلة. عندي بعدين الـ flag tagged crab اللي استخدمته اللي هستخدمه كباكجراوند بعد كده لأي experiments ثانية أو mutational studies. لقينا أنه هو functional we bind الثلاثة subtypes بتاعت الـ IP3 receptors، وانه كمان الاف او الدبل اف ميوتنت بتاع الاي بي 3 بتاع الكراب لقيناه برضو انه مش بي بايند باي بي 3 ريسبتورز. وفي الاخر برضو عرفنا انه الكيراس مش بي كنترول ولا بي افكت الكراب اكسبريشن، ووريتكم برضو اخر ابديتس في البكتيريال اكسبريشن اوف كراب. شكرا ومبسوط جدا بحضوركم واستماعكم، وبشكر جدا باي ساينس.